نشكر معالي الوزير ووزارة الطاقة على حسن طبعا ضيافة والتنظيم حقيقة، وطبعا نحن نقلنا تجربة دبي لدى الوفود المشتركة في مجال الطاقة المتجددة. طبعا دبي لها خطة طموحة في مجال الطاقة، بحلول 2050 بيكون هناك عندنا 75% من الطاقة النظيفة. طبعا نبني أكبر مجمع في العالم، مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية بقدرة 5000 ميجاوات وبمقدار 50 مليار درهم. طبعا كذلك هذا المجمع سوف يخفض تقريبا 6.5 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون، ويعتبر طبعا الأول في العالم بحجمه وكذلك بكفاءة تشغيله.